هل يجب تغسيل الثياب التي تلبسها المرأة في أثناء الحيض أو النفاس عندما تقع عليها؟ هل يجب تغسيل الثياب التي تلبسها المرأة في أثناء الحيض أو النفاس؟ إذا أصابها دم الحيض فإنها يجب عليها غسل الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تزيل هذا الدم، فقال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، فدل على وجوب غسل ما أصابه دم الحيض من الثياب إذا أرادت أن تصلي فيه. نعم.